đây. Thank you.
Thank you.
pH. تمام؟ موجودة ما بين الأمينو أسيد رقم 7 في التشين الأولانية مع 7 برضه زيها في التشين الثاني. وهنا عند الأمينو أسيد اللي قبل الأخير اللي هو رقم 20 بس مع رقم 19. هما دول بس لا في عندي حاجة اسمها انترا مولاكيولار دايسلفايد بريتش. ترى ما قلت انترا مولاكيولار يعني موجودة في تشين واحدة بس. دي ما بين رقم 6 وما بين رقم 11. ده الستركتشر ده شكل الانسولين هرمون يا جماعه ده الكلام اللي انا قلته بالظبط تمام عندنا اثنين تشين واحده منهم قصيره اللي هي بسميها الاي تشين والثانيه طويله اللي هي بسميها البي تشين خلاص ده عباره عن 21 امينو اسيد لكن الطويل عباره عن 30 امينو اسيد المفروض ان هما مش بعيد عن بعض ولكن هما ماسكين مع بعضهم بحاجه اسمها دايسلفايد لينكج اللي هي ما بين الامينو اسيد رقم 7 هنا والامينو اسيد رقم 7 هنا وما بين الامينو اسيد رقم 20 اللي موجود في التشين الاولانيه مع شويه قبليه اللي هو رقم 19 في التشين الثاني تمام بالاضافه لكده برضو انا عندي حاجه اسمها الانترا مولكيولار دايسلفايد بريدجز دي موجوده جوه التشين الواحده ودي موجوده في التشين نمبر 8 اللي هي هتبقى ما بين رقم 6 وما بين رقم 11 طبعا السلسله هنا مكتوب فيها كل اسامي الامينو اسيدز اللي هي مرتبطه ببعض عشان تطلع لي الانسولين مش معانا طبعا برضه ده شكل تاني اهو ده شكل الهرمون انسولين هرمون زي ما قلنا التشينز هما زي ما انتم شايفين الاي والبي والاثنين مرتبطين ببعض بالدايسلفايد لينكج وادي البريدج الموجود فوق دي 21 ودي 30 تمام طيب ده بالنسبه لي واتس نون از ستراكشر اوف ذا انسولين هرمون ده الستراكشر بتاع الانسولين هرمون الموجود جوه جسمنا طيب اتكلمت على الستراكشر بتاع الانسولين هرمون نبتدي نتكلم على السنتسس ازاي جسمنا بيصنع الانسولين الانسولين ما بيتصنعش الصوره العاديه اللي انتم شايفينها ولكن دي بنسميها الاكتف فورم دي الصوره النهائيه للانسولين هرمون تمام ان هي اوريدي اكتف وبتشتغل ولكن الانسولين المفروض ان هو بيتكون جوه جسمنا الاول في صوره اسمها انسولين ودي صورة ان اكتف وعلشان ما ننساش الاي الاول وبعدين الاو فيبقى اسمه بري برو انسولين ده عبارة عن 109 امينو اسيد هما الرحلة بتاعنا كان كام؟ 51 الخطوة الأولانية عشان ابتدي اعمل اكتيفيشن ان انا اشيل البري بارت من الهرمون انسولين اللي هو ان اكتف ده بيحكم في صورة بيسموها السيجنال بتاعي. يبقى الجزء الأولاني اللي هو البري بارت بنشيله ويخرج في صورة اسمها سيجنال بتاعي. تمام؟ بنشيله فين؟ بيروح عند الإندوبلازميك ريتيكولوم وبتفعل انزيم اسمه سيجنال بيبتايديز وايز عشان خاطر هو بيشيل جزء من البيبتايد عشان كده سموه سيجنال بيبتايديز يروح كاسر البري بارت. خلاص تمام يبقى ادي اول خطوه يبقى اصبح عندي الهرمون بتاعي دلوقتي وهو ستيل ان اكتف اسمه برو هرمون لسه مش هو ده الاكتف فورم لا
الانسولين ليه؟ لان انت متاكد 100% ان ده الاندوجينس انسولين.
ساعدتني. معنى كده ان انا لو خدت اي اكل تاني ما فيهوش كربوهيدرات مش هيطلع انسولين؟ لا هيطلع. الامينو اسيدز لو ان هي لما بتعلى في الجسم برضه بتعمل ستيميوليشن للانسولين. طب في حاجه كمان تعمل ستيميوليشن للانسولين؟ اه في مجموعه من الهرمونز اللي بيفرزها الجاتس بتاعتنا اللي هو الجي اي دي بتاعتنا الجهاز الهضمي بتاعنا. طبعا انتوا عارفين ان انا مش لازم اكل علشان خاطر الانسولين يتفرز. ازاي؟ احنا لو شمينا ريحه اكل صح؟ او لو شفت اكل وانت جعان او لو حد اتكلم عن اكل قدامك بتبتدي تحس ان انت جوعت. اول ما بتبتدي تحس ان انت جوعت بيبتدي الجاتس بتاعتنا الجي اي دي بتاعتنا بتبتدي تفرز مجموعه هرمونز على الفاضي تمام؟ يعني لسه انت ما اكلتش بس ايه بتبتدي تفرز على الفاضي. اول ما تفرز على الفاضي تبتدي تعمل ستيميليشن للانسولين هرمون. عشان كده ساعات لما بنكون جعانين قوي تمام؟ وخلاص بقى يعني بقى مثلا اكتر من 9 10 ساعات ولا حاجه ما اكلناش وبدانا نشوف الاكل بنبتدي جسمنا يفرز انسولين قبل ما انت اوريدي تاكل. فانت اول ما تاكل تبتدي تحس ان انت مش قادر تتحرك. ليه؟ علشان الانسولين فرز بكميه كبيره قوي قبل انت ما تاكل تمام؟ فاللي حصل انه الابسوربشن بدا يبقى بسرعه قوي تبتدي سكرك يطلع شويه مش ساعات بعد الاكل تحس ان احنا داخلين وقاعد مش قادرين نتحرك خلاص مش قادر فبيجيب اخره. واحد من الدايجنوز دي يا جماعه بيسموها الجلوكاجون لايك بيبتايد. بيسموه جلوكاجون لايك بيبتايد. ده واحد من الهرمونز اللي الجاس بتاعتنا بتفرزها قبل ايه او في اثناء الاكل او قبل الاكل بشويه صغير. خلاص يبقى تاني ايه هو اللي يعمل ستيميليشن سكريشن اوف انسولين؟ الجلوكوز از ذا فيرست وبعدين يجي بعد كده اللي هو الامينو اسيد وبعدين ثالث حاجه تعمله ستيميليشن هو الجلوكاجون لايك بيبتايد. طيب ده طبيعي بتاع افراز الانسولين جوه جسمنا. يا ترى في حاجه ممكن
كربوهيدرات والجزء الثاني بروتين. تمام؟ ولو تقعد يتكون من اربع سب يونتس، اثنين الفا واثنين بيتا. ده شكل الانسولين ريسبتور يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده ادي السيل ممبرين، الخط اللي هو الكيرف ده عباره عن سيل ممبرين. وادي الريسبتور بتاع الانسولين بيتكون من اربع سب يونتس، اثنين الفا واثنين بيتا. تمام؟ يبقى بيتكون من اثنين الفا سب يونت واثنين بيتا سب يونت. لو ان الاثنين بيتا سب يونت اللي هما الطوال اللي هما جوه يعتبروا جوه الممبرين، هو الايه؟ الالفا او الايه سب يونت دول موجودين بره السيل ممبرين، لكن الاثنين التانيين اللي هما البيتا دول امبيد في السيل ممبرين، داخلين جوه السيل ممبرين. دول لو ان هما بيبقى ليهم تايروزين كاينيز اكتيفيتي. يعني ايه تايروزين كاينيز اكتيفيتي؟ فوسفوريليشن. بالظبط كده، يعني هما بيقدروا يعملوا فوسفوريليشن بين البروتين. بعد كده علشان الاكشن بتاعه. فاكرين كنا خدنا حاجه اسمها سيجنال ترانسدكشن، يعني ايه؟ يعني البروتين، يعني الهرمون اول ما بيمسك في ريسبتور بيبتدي يعمل اكتيفيشن لمجموعه كبيره من البروتينز جوه السيل، اللي هي بس انها اكتيفيت بتبتدي يحصل اكزرشن للاكشن بتاع الهرمون بتاعه. فاول حاجه بيجي الانسولين هرمون يرتبط بالاثنين الفا سب يونت دول، بمجرد ما بيرتبط بيهم يبتدي يحصل اكتيفيشن للتايروزين كاينيز بتاع البيتا سب يونت. يبتدي يعمل فوسفوريليشن للتايروزين اللي موجود جوه البيتا سب يونت نفسها كبروتين، وبعدين لمجموعه ثانيه بيسموها الريسبتورز او السبستريتس اللي هي بتبقى موجوده تحت في السيل بتاعتي، علشان تعمل بعد كده ايه؟ الكوميونيكيشن او تبتدي انها توصل السيل. تمام؟ يبقى وانس الانسولين هرمون بدا يرتبط بالالفا سب يونت اللي موجودين فوق، يبتدي يحصل اكتيفيشن للتايروزين كاينيز اكتيفيتي بتاعت البيتا سب يونت، تبتدي تعمل فوسفوريليشن لمين؟ للتايروزين اللي موجود هنا في البيتا سب يونت نفسها، علشان الستيميوليشن بتاعها يبتدي يعمل فوسفوريليشن لمجموعه البروتين اللي مسؤوله بعد كده انها توصل السيجنال بتاعها. طيب هو يا ترى ايه الفانكشن بتاعت الانسولين بعد الاكتيفيشن؟ الانسولين ليه فانكشنز كتير قوي. اول حاجه مسؤوله عن انه يعمل انزيم اكتيفيشن. وانتوا عارفين طبعا في عندنا 100,000 حاجه كان الانسولين بيعمل لها اكتيفيشن، انزيمز اللي هي خاصه بالجلايكوليسيس والجلايكوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس وهكذا. الحاجه الثانيه ان هو يروح يعمل بروتين فوسفوريليشن. ليه الفوسفوريليشن بتاع البروتين ده؟ علشان يكمل السيجنال ترانسدكشن بتاعته علشان يقدر يعمل الفانكشن بتاعه. كمان الانسولين من الحاجات اللي بتدخل جوه النيوكليس، الاكشن بتاعتها يعني ليها شغل جوه النيوكليس علشان خاطر يعمل ستيميليشن للسنتسيس بتاعت الدي ان اي والام ار ان اي. فاكرين الحاجات دي في السنه اللي فاتت؟ طيب يبقى تاني الانسولين وانس ان هو اكتيفيتد، المفروض ان هو يبقى ليه دور بعد كده في الانزيم اكتيفيشن او ان اكتيفيشن، بروتين فوسفوريليشن كمان بيبقى ليه دور جوه النيوكليس ان هو بيعمل دي ان اي وام ار ان اي سنتسيس، بالاضافه لكل ده كمان هو ليه دور في البروتين سنتسيس من ضمن الحاجات اللي بتعتبر انا هولي هرمونز الانسولين هرمون، بيعمل ستيميليشن بروتين سنتسيس. تمام؟ ادي الشكل الثاني هو يا جماعه للانسولين ريسبتور، الجزء اللي فوق ده دول الالفا سب يونت ودول اللي بيرتبط بيهم الانسولين، كل الفانكشن بتاعتهم بس ان هو بيرتبط بيهم الانسولين. وانس ان هم حصل ارتباط للانسولين يبتدي بعد كده يبتدي يحصل اكتيفيشن للبيتا سب يونت اللي وظيفتها بعد كده انها تبتدي تاخد الاي تي بي وتعمل فوسفوريليشن للتايروزين اللي موجود جواها، وفي نفس الوقت اللي بقيه البروتين اللي موجود. طيب يا ترى ايه هي الاكشن بتاعت الانسولين؟ طبعا هو احسن مني بكتير في الاكشن بتاعت الانسولين. ليه وظيفتين، يا اما ستيمولاتري يا اما ستيمولاتري يا اما انهبيتري. لو فاكرين كده مع بعض ايه الحاجات اللي بيعملها ستيميليشن؟ لو نفتكر كده مع بعض اهم حاجه واشهر حاجه الجلايكوليسيس، كان بيروح يعمل اكتيفيشن للكي انزيمز اوف جلايكوليسيس اللي هما الجلوكوكاينيز. ايوه الجلوكوكاينيز او الاسكوكاينيز، بايروفين كاينيز فوسفوكاينيز 1 تمام بالظبط كده. طيب طبعا هو الطول مش واحد من الكي انزيمز، ولكن هو من الانزيمز اللي بيعملها اكتيفيشن في الجلايكوليسيس. تمام؟ ايه كمان غير الجلايكوليسيس؟ كان
Carbohydrates and fats. Allah removes entire carbohydrate, glycolysis, HMP shunt by fat, where it has a carbohydrate glycogenesis. من البعيدة حس اللي هتكون هو الليبيد. يا ترى ليه دور في الليبيد؟ كان ليه دور في اللايكوجينيسيس. كان بيعمل ستيميليشن للهرمون للانزيم بتاعها اللي اسمه اللي هو كان اسمه اسيتايل واي كاربوكسيليز. اسيتايل واي كاربوكسيليز. خلى بعد كده الكوليستيرول سيرفيسز. تمام؟ كان في انزيم اللي هو بيعمل ستيميليشن اسمه اتش ام جي واي ريداكتيز. بالظبط كده. يبقى تاني في عندنا ستة stimulatory functional insulin. ازاي بيعملوا له stimulation؟ عن طريق activation of the enzymes. ان هما في enzymes بتوعهم. قلنا glycolysis, HMP shunt, بعد كده قلنا pyruvate oxidation. والglycogenesis ده carbohydrate. بعد كده الجزء التاني اللي هو الليبيد. كان بيعمل stimulation للglycogenesis وstimulation للcholesterol synthesis. طيب ده الستيميلاتري فانكشن. يا ترى ايه الانهبيتوري فانكشن؟ طبعا دي الانهبيتوري فانكشن. كان بيروح يعمل انهبيشن للكي انزايمز بتاع الجلايكوجينوليز اللي هو كان اسمه فوسفوريليز. بالظبط كده جلايكوجين فوسفوريليز. كمان مجموعه الكي انزايمز بتاع الجلوكو نانوجينيسيس اللي هما كانوا بايروبيت دي كاربوكسيليز فوسفوئيدر بايروفيت كاربوكسي كايناز اللي هم كانوا بيقلبوا الاولاني اللي هو البايروفيت بالظبط اللي كانوا بيقلبوا الاولاني اللي هو اول انزيم فاضل اللي هو في اخر انزيم في الجلايكوليز. تمام؟ اللي هو البايروفيت كايناز دي سي تمام؟ صحيح. وعندنا الجلوكوز 6 فوسفاتيز والفراكتوز 1 6 بيس فوسفاتيز والفراكتوز 2-6 base phosphatase. دول الكي انزيمز اللي كانت بتاعه الجلوكونيجينيسيس. معلش لما تيجي تراجعوا ان شاء الله قبل الامتحان هتلاقوا في مكان مش باين. معلش انا عارفه ان اللي بتاخد من لكم عناء في مصر يعني. نعم. كان بيعمل انهبيشن للجلايكوليز تمام كده. كان بيعمل انهبيشن للجلايكوليز الانزيم بتاع الهرمون سنسيتيف لايبيز. تمام. يبقى تاني لو قال لي ايه هي الاكشن انسولين الهرمون هتكلم الاول على الريسبتور بتاعي. هتكلم الاول على الريسبتور بتاعي 2 الفا سب يونت 2 بيتا سب يونت. تمام. بعد الاكتيفيشن هبتدي اتكلم عن الفانكشن بتاع الانسولين اللي هو مسؤول الاول عن انه يحصل الستيميليشن او اللي كان بيعملها ستيميليشن والحاجه الثانيه اللي هو بيعمل لها انهبيشن. تمام كده؟ ده فيما يخص الايه؟ الاكشن بتاعت الانسولين. خلاص احنا كده فصصنا الانسولين خالص. ابتدي اكسره بقى. انا كده خلصت ومش عايزاني ابتدي اعمل كاتابوليزم. الكاتابوليزم بتاع الانسولين يا جماعه بيتم طبعا في اورجنز الكبيره اللي احنا عارفينها اللي هم الليفر والكدني. ولكن حايزين عليها في فترات البريجنسي وجود البلاسنتا. لان البلاسنتا من الحاجات اللي بتاخد الانسولين وتعمل لها كاتابوليزم بالكسره. تمام؟ الليفر بما انه اورجن لوحده وهو مسؤول عن عمليات الكتابوليزم فعمليه الكتابوليزم بتاعته مختلفه شويه. ليه؟ لانه بيحتاج لوجود حاجه بنسميها هيباتيك جلوتاثيرون ترانس ديهايدروجينيز. في انزيم جوه الكبد بنسميه هيباتيك لان هو جوه الليفر. جلوتاثيرون علشان خاطر احنا هنا هنكسر السلفايد لينكج اللي كانت موجوده ما بين التو تشين بتوع الانسولين. عشان كده احنا محتاجين حاجه فيها جلوتاثيرون. هيباتيك جلوتاثيرون ترانس دي هايدروجينيز. فاكرين لما قلنا ان التو تشينز بتوع الانسولين ماسكين في بعض في الاثنين دايسلفايد لينكج؟ ايه اللي بيحصل هنا يا جماعه؟ في جلوتاثيرون ده يعمل ريدكشن في السلفايد بونز اللي كانت موجوده هنا. لما يعمل لها ريدكشن فتروح فاصله الايه عند البي. وانس ان انا فصلت الايه عند البي اصبح كده دي المرحله الاولانيه من عمليه
عشرين سهلة قوي ان احنا في البروتيولوسيس اللي هي الانزيمز اللي بتكسر الامينو اسيدز ان احنا نفصله الى امينو اسيدز. تمام؟ يبقى الكاتاليزم بتاع الانسولين المفروض انه بيحصل في ثلاثة اورجنز كبار، الليفر والبلاسنتا والكيدني. الليفر لوحده بيعمل حاجة مختلفة لان هو السيستم بتاعه مختلف شوية، فبيبقى عنده انزيم اسمه هيباتيك جلوتاثيون ترانس دي هيدروجينيز. وظيفته ان هو يروح على الدارس الفايد اللينكج دول ويبتدي يعمل لهم ريدكشن، فيبتدي يفصل التو تشينز عن بعضهم. بعد ما بنفصل التو تشينز بالبروتيولوسيس، تمام، ان انا اكسر التشين دي الى امينو اسيد ستيبلز. تمام؟ طيب ده بالنسبه للليفر. طب بالنسبه للكيدني والبلاسنتا، لا الكيدني والبلاسنتا بتتكسر على طول بالبروتيولوسيس. تمام؟ يبتدي يكسروا لي مجموعه امينو اسيد، يبقى هو كده تخلص منه وعمل له كده. تمام؟ اول حاجه قلنا ايه هو الاستراكشر بتاع الانسولين، بعد كده اتكلمنا على السينثيسيس بتاع الانسولين، بعد كده يا ترى مين اللي بيعمل سكريشن وازاي بتحصل له عمليه السكريشن، بعد كده اتكلمنا على الاكشن بتاع الانسولين، وبعد ما خلصت منه عملت له الكاتاليزم. دكتور هيجيب كروس سكر في البلاسينتا. نعم. ليه بيحصل في البلاسينتا؟ ليه بيحصل في البلاسينتا؟ لان هو المفروض ان البلاسينتا من الحاجات اللي هي بتفرز مجموعه كبيره من الهرمونز علاقه كبيره قوي بالانسولين. تمام؟ فعلشان كده يعتبر مكان من الاماكن اللي هي مسؤوله بعد كده انها تكسر. لكن في الحاله العاديه يبقى الليفر والكيدني هما اللي مسؤولين عنه. طيب دلوقتي الدنيا ماشيه كويس ومفيش اي مشكله. الدنيا ماشيه كويس ما عنديش اي مشكله، ولكن احيانا بتحصل مشكله في كل اللي احنا قلناه ده، فيتحول الموضوع من مجرد ان احنا بنتكلم عن الانسولين هرمون عادي الى ما يسمى بالانسولين ريزيستنس. يعني ايه انسولين ريزيستنس؟ بالبلدي كده بالعربي كده انسولين ريزيستنس يعني الانسولين موجود بس جسمك مش حاسس بيه. الانسولين موجود بس جسمك مش حاسس ان انت عندك انسولين. بمعنى اصح الانسولين اللي كان بيكفيني زمان ما عادش بيكفيني. ليه؟ لان السيلز بتاعتي مش حاسه بوجوده. فيبتدي الجسم يفرز شوية كمان. السيلز ما زالت مش حاسة. شوية كمان. تبتدي السيلز تحس إن في انسولين. شوية أكتر، شوية أكتر، لحد ما أوصل لمرحلة اسمها انسولين ريزيستنس. يبقى كده انسولين ريزيستنس معناه انسولين موجود بس الخلايا بتاعتك مش حاسة بيه. علشان كده ادوني ديفينيشن للانسولين ريزيستنس وقالوا إن الانسولين ريزيستنس عبارة عن ستيت يعني حالة أو كونديشن انسايد يور بودي إن ويتش the excreted insulin، الانسولين المفرز من جسمك cannot produce its biological function او ال expected biological function. يعني الانسولين اللي هو جسمك بيفرزه من 40 ل 50 يونت ما عادش مكفيه، ما بيعملش اللي المفروض كان يعمله، ما يعملش الاكشن اللي هو الستيميليشن والانهبيشن اللي انت كنت متوقعه. او بيقولوا حاجه ثانيه ان حاله الانسولين ريزيستنس هي حاله الجسم بيفرز فيها اكثر من 200 أكثر من 200 يونت من الانسولين بير داي. امال احنا قلنا محتاجين كام؟ محتاجين من 40 ل 50. هي حاله الجسم فيها يبتدي يفرز من اكثر من 200 يونت بير داي علشان يحافظ بس على الجلايسيريك كنترول. يعني ايه؟ ان انا جسمي ما يبقاش فيه هايبر جلايسيميا، ان انا اقدر اتعامل مع السكر اللي انا باكله. تمام كده؟ يبقى كده يعني ايه انسولين ريزيستنس يا جماعه؟ يعني جسمك مش حاسس بوجود الانسولين، خلايا مش شايفه الانسولين اللي موجود عندك في الجسم. فبالتالي كانك انت عايش في حاله فاصل. ليه؟ لان انت مهما اكلت الجلوكوز جسمك مش حاسس بيه، فيبتدي يعتبرك على ان انت ستيل فاصل، مهما اكلت انت فاصل برضه. فيبتدي يحاول ان هو ايه؟ يفرز كميه اكبر واكبر واكبر لانه مش عارف يتعامل مع الجلوكوز اللي دخل جوه جسمك. فعشان كده الانسولين ريزيستنس معناها ان دي كونديشن انسايد يور بودي ان ويتش دي اكسكريتد انسولين no longer do what's expected او البيولوجيكال فانكشن بتاعته اقل من الاكسبكتد. يا اما الاحتمال الثاني ان هو جسم يفرز حوالي 200 او اكثر يونت من الانسولين just to maintain the normal glycemic control and prevent the occurrence of ketosis او formation of ketones. طيب الانسولين ريزيستنس دي بتحصل جوه جسمنا. الانسولين بتاعها بدا يعلى قوي في الفترات الاخيره اللي هي الفترات اللي احنا قريبه في الريسنت دايز. ليه؟ لان الناس زي ما قلت لكم عايشين في سادتري لايف،
في فيحصل الانسولين دي ريسبتور دي انت شوف نعم ريسبتور دي قال علشان خاطر في تيشوز بدات تتكسر كميه اكتر شويه الانتي بوست تيشو بدا يزيد شويه بدات الريسبتورز الاكتيفيتيز عددها يزيد تمام اول حاجه من جسمك تبتدي تقلل صناعه الانسولين ريسبتورز خلاص كده فالتاني تظهر عندي الانسولين هو هنا مش حاسس بوجود الانسولين